حارس مرمى كبير في حراسة مرمى الزمالك عبد الله السعيد والشناوي. عبد الله السعيد جول 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 عبد الله السعيد. نعم نعم يعيد الأهلي من جديد، يحيي أمل الأهلي من جديد بهدف عبد الله السعيد. ضربتين جزاء في المباراة، ركلتين جزاء، والاثنين نجحوا في تسجيلهم باسم مرسي وعبد الله. الإثارة حاضرة، المتعة حاضرة في الشوط الأول، نتمنى أنها تستمر إن شاء الله حتى النهاية. اتلعبت الكرة طويلة، اترد مرة أخرى لنادي الزمالك إسلام جمال، تتلعب لمعروف يوسف، لعلي فتحي المختفي قليلا حتى الآن. علي فتحي لسه ما فيش انطلاقاته اللي شفناها يوم ماتش يوم مباراة الإسماعيلي، والعرضيات والانطلاقات، وأدى مباراة من أفضل ومن أجمل ما يكون، يكاد يكون هو رجل المباراة يعني. لكن في هذه المباراة في هذه الليلة أمام النادي الأهلي ملتزم دفاعيا بصورة كبيرة جدا. شيكا شيكا شيكا، وتسلل على باسم مرسي، رائع من المساعد الثاني لحكم اللقاء زولد فارجا، وصفارة من أندو زابو ساندور، ويحتسبها ضربة حرة. أندو ساندور خد وقته في التفكير في احتساب ركلة الجزاء، ويبدو يبدو فيما يبدو يعني ان زاوية الرؤية شدت اسلام جمال، زاوية الرؤية ما كانتش مفتوحة له بالنسبة له بشكل كبير. ادي كورة خطيرة جدا، لكن الشناوي بالمرصاد، تسديدة مؤمن وتصدي الشناوي. يبدو انه بالفعل زاوية الرؤية ما كانتش مفتوحة، ما كانتش متاحة قوي لحكم اللقاء في ركلة الجزاء. من هنا جه بعض التأخير وبعض التردد لغاية ما بلغوا المساعد الاول بيتر بيرني. اتلعبت الكرة لحسام غالي، عبد الله السعيد يسيبها لعمرو جمال يحطها ناحية اليمين، جميلة لوليد سليمان، وليد في مواجهة علي فتحي، تتلعب على الأرض، حسام غالي لأحمد فتحي، وليد سليمان متحرك نشيط خطير. بدأت المثلثات الأهلاوية، وفي الآخر بيفضوا المساحة ناحية الشمال اللي بينطلق فيها صبري. بدأ الزمالك هو الآخر يفطن يدرك اللعبة والتركة اللي بتحصل دي، بدأ يقفل شوية ناحية اليمين، يمينه يعني شوقي السعيد. ادي شوقي في مواجهة صبري، صبري رحيل، عرضية جوه منطقة الجزاء خطيرة، تلمس في راس علي فتحي، توصل لمعروف يوسف، يعيدها مرة أخرى لعلي فتحي. علي فتحي 3 أهداف في الشوط الأول في هذه المباراة.